السلام عليكم مشاهدينا من استوديو صيف البحرين، صبح عليكم بالخير مشاهدينا في حلقة نهاية الأسبوع، حلقة الخميس عادة تكون خفيفة وعندنا مفاجأة اليوم لكم وايد حلوة. بس في البداية خلنا نصبح بإيمان. صباح الخير. صباح النور السرور. مفاجأة اليوم حلوة. اليوم عندنا مفاجأة حلوة، بس في البداية خلينا نصبح على كل المشاهدين اللي قاعد يتابعونا في حلقة الخميس. نفس ما قلت، حلقة نهاية الأسبوع دائما تكون خفيفة. خفيفة وايد خفيفة. تبي تقول المفاجأة ولا؟ فنان هو، بقول أنا فنان. إيه؟ فنان يعني من الفنانين اللي كبار في البحرين ولهم لمسة وبصماتهم، لكن ما بنقول مين. خليهم يتابعونا لنهاية الحلقة. صح. عشان نهاية الحلقة. ايش عندنا الحين؟ أتوقع عندنا تقرير الحرف. دائما عبد النبي يعرفنا على حرف جديدة، خاصة حق يعني جيل الطيبين، جيل التشيكن نجتس، يعني ما يعرفون بعض الأشياء. ما يعرفون هذه الحرف، يتعرفون عليها في صيف البحرين. إيه، فعبد النبي دائما يعرفنا على حرف جديدة. خلينا نشوف هاي التقرير ونرجع. منذ القدم والمواطن البحريني يمتهن كل حرفة حتى يأمن فيها لقمة العيش، وبعض هذه المهن قاربت على الاختفاء لولا الجهود المبذولة من الحكومة للحفاظ عليها، ولولا جهود أشخاص ضربوا أيديهم بالصخر. المواطن البحريني إبراهيم القيدوم مثال حي لمهنة الفلاح اللي بذل كل ما عنده للحفاظ عليها ولتوريثها للأبناء وللأحفاد. وسط المساحات الخضراء وعلى صوت الماي العذب ومع نغم العصافير والطيور، اتجولنا في مساحة خضراء من اللي تشتهر فيها البحرين وبساتينها، وكانت لنا وقفة مع الفلاح البحريني في هذا الزمن. مهنة الفلاحة هني عندنا في البحرين طبيعتها، يجي الفلاح المزرعة، وهذا الفلاح طبعا ورث المهنة من آبائه، من أجداده، من جيرانه بعض الفلاليح. فش اسمه، فهو يجي من الصبح أول ما يجي يبطل يفتح الماكينة في محلات ما فيها كهرباء، الماكينة الجدابة نسموها احنا، والموتور يشغل الموتور يسقي المحلات اللي فيها شو اسمه عطشانة، يسقيها يرويها، عقب ياخذ المحش ماله يشوف وين في اوساخ ما اوساخ ينظفها، عنده مثلا عنده خضروات يشيل الخضروات. ارض البحرين اشتهرت منذ القدم بخيراتها وبالخصوص بترابها الخصب واللي يقبل الزراعه بكل انواعه وتحصيل الثمار طول الموسم. اراضينا الحمد لله في البحرين خصبه، يعني مو ذات الملوحه الى هناك، في بعض المناطق فيها قليل من شو اسمه من الاراضي الصبخه، اما اكثر الاراضي كلها الحمد لله في بعضها طينه وفي بعضها رمليه. فالفلاح يعرف وين وش يسوي، وش يعطيها من اسمده، وش يعطيها من مبيدات اذا فيها حشرات ما حشرات. والحين شوي شوي تطورت الزراعه في البحرين، تحولوا الى البيوت المحميه. فالبيوت المحميه الحين اكثر الاراضين كلها يعني المساحه اللي فيها اكثرها بيوت محميه نظرا لقله الاراضي، لانه بعد الاراضي الحين قلت مو نفس الاول، يعني المزارع وين ما تمشي كلها مزارع الحين ما في. عندي هني في المزرعه اشجار متنوعه مثل النخله، عندي النخله، عندي المواجيه، وعندي الخلاصه، وعندي البرحيه، وعندي الخنيزي، وعندي الهلالي، وعندي الغره، وعندي السلمي، وعندي الخواجه، يعني نخيل ما شاء الله يعني كثر يعني. وكذلك عندي التين، التين عندي التين الابيض والاصفر والاسود البنفسجي، التين الوزيري والجدوعي كلها موجودين، وعندي السوري وعندي المغربي بعد. التوت عندي الانواع الطويله الابيض والاحمر، وعندي الصيني نوع الحلو ونوع الحامض، وعندي التوت البحريني بعد كذلك، وعندي بعد المانجو، عندي كم شجره مانجو بعد لا باس بها السنه الحمد لله ثمره وبعضهم. اللوز عندنا الاسكندري من بانواعه، وعند اللوز الثاني هو الاحمر والاصفر موجودين عندنا اشجار اللوز، وعندنا الصبار بعد الحلو.
عندنا البرسيم، هذا كان أصولها أول، كانت زراعتها قديما إلى أكل البشر، الحين يخلون يأكلونه نحشة أو نجزة حق الحيوانات، وهذا يسمونه أجدادنا وآبائنا يسمونه الذهب الأخضر. ليش سموه الذهب الأخضر؟ لأن هذا شهرياً مثلاً في أوقات يجي 40 يوم، في مثلاً في أيام الكلة يأخذ له 40 يوم، مثلاً في الربيع 16 يوم 15 يوم 18 يوم، الأيام العالية حين هالأيام يأخذ له مثلاً 25 يوم 22 يوم، ساعات أوقات يأخذ له شهر في هذه الحشة، فإحنا نسميه الذهب الأخضر من كثر إنتاجه، يعني ينتج طلب عليه زايد، بس المشكلة مساحات ما في، ما عندنا مساحات كفاية يعني الحمد لله. من قديم الزمن ليومنا هذا المواطن البحريني لا يزال يثبت أن معدنه أصيل ومستحيل يتخلى عن تراثه وعاداته، وأنه يواصل حبه للأرض اللي تربى عليها أجداد أجداده، وراح يواصل المسير ويورثها للأجيال القادمة. نشكر زميلنا عبد النبي الجردابي على هذه الفقرة المميزة. مشاهدينا ننتقل لفقرتنا الثانية. في فصل الصيف أحيانا يلاحظ البعض وجود احمرار وتورم في بعض أجزاء البشرة، يصاحبها وجود قشرة خارجية على السطح. كل هذا الأعراض تدل على وجود حساسية معينة، شنو أسباب هذه الحساسية وطرق علاجها؟ أكيد ضيفتنا بتجاوب عليها أخصائية الأمراض الجلدية دكتورة زينب المصلي. صبحك الله بالخير، يا هلا ويا مرحبا فيك. في البداية نرحب فيك هني في صيف البحرين. زينب، في البداية خلينا نتكلم عن مفهوم الحساسية الجلدية، وخلينا نتكلم شوية عن أنواعها. طبعا الحساسية الجلدية يعني هو اسم عام، نقصد فيه بشكل مختصر هو أي طفح جلدي محمر تصاحبه حكة بسيطة كرد فعل من الجسم لعوامل داخلية أو عوامل خارجية. طبعا في أنواع جدا عديدة، بس بذكر أهمها أنه يكون عندنا الحساسية التلامسية، التهاب الجلد التأتبي اللي يسمونه الناس الإكزيما اللي تصيد الأطفال، الحساسية الضوئية أو اللي ناتجة عن الشمس، والحساسية العصبية. هاي أهم أنواع الحساسية. الحساسيات بشكل عام، يعني دكتورة لو بنرجع على حساسية الشمس، أو إحنا نعرف إن دائما في فصل الصيف تطلع بعض يعني أنواع الحساسية اللي يمكن إحنا ما نعرف شنو هي، فممكن تكلمينا عن الحساسية اللي تنتشر في فصل الصيف؟ بشكل عام الحساسية الشمسية عبارة عن مصطلح عام عن ناتج عن أي طفح جلدي بعد التعرض إلى ضوء الشمس. طبعاً في له عدة أسباب وله عدة عوامل، بس من أهم أسبابه هو العامل الوراثي. معظم الأشخاص اللي عندهم حساسية من الشمس لما تسألهم بتشوفون حتى أحد من عائلتهم عنده. بعد لازم نأخذ التاريخ المرضي إذا يعانون من أي أمراض أو أي أعراض ثانية، وإذا يأخذون أي أدوية أو مثلاً اللي يطلعون في حدائق واجد أو شيء، لأن في بعض النباتات تزيد من الحساسية. فرصة الحساسية الشمسية. دكتورة خلينا نتكلم عن موضوع الوقت اللي الواحد المفروض يقعد فيه في الشمس، لأن تكلمتي عن موضوع الحساسية وممكن هذه يأثر سلباً عليهم، لكن الفترة اللي مسموح لك أنك أنت تقعد فيها في الشمس وما تتعدها عشان سواء فيك حساسية أو غيرها، خلينا نتكلم عن الفترة المفروضة أنك تقعد في الشمس شقد. شوفوا بشكل عام إذا بنقعد في الشمس قد ما نقدر أن احنا نتباعد عن فترة الذروة اللي هي من الساعة 10 صباحاً إلى 4 مساءً. قد ما نقدر إذا تباعدنا عن هالفترة ما في مشكلة أو وقت معين عشان نقعد فيه في الشمس، بس بشكل عام إذا أي شخص عنده حساسية من الشمس خلال دقائق إلى ساعات ممكن تطلع عليه الحساسية على حسب السبب أو المرض اللي مسبب له هذه الحساسية. يعني دكتورة شنو أسباب الحساسية الجلدية وبشنو تتأثر، يعني يتأثر الجلد من هذه الحساسية؟ طبعا الحساسية تعتمد الأسبابها تعتمد على المرض نفسه، بس إذا احنا بنلخصها ممكن يكون سبب وراثي أو جيني مثل ما ذكرت سابقا، بعض المواد الكيميائية والعطورات، بعض الأدوية مثلا إذا بنذكرها، بعض المضادات الحيوية اللي تحتوي على مادة السلفر أو عائلة التتراسايكلين، بعض النباتات مثل الليمون الأخضر أو الكرفس، هذه كلها ممكن تزيد إمكانيتنا من الحساسية. دكتورة تكلمتي عن الحساسية وش قد أنها هي مضرة، طبعا أكيد سواء الشمس من الشمس أو يعني من حالات أخرى تكون، خلينا نتكلم عن هل الحساسية توقف بس عند الحساسية ولا ممكن الحساسية تؤدي إلى مضاعفات ثانية والأمراض ثانية؟
اي طبعا هاي سؤال جدا مهم، لان الناس يمكن ياخذون الموضوع بسهوله بس هو ممكن يتطور الى اشياء صح. اكبر ابسطها ممكن ان الحساسيه هذه في بعض انواع الحساسيه تترك تصبغات نسميها تصبغات ما بعد الالتهاب، تكون جدا صعب علاجها خصوصا في اصحاب البشره الخليجيه اللي هو احنا. الشيء الثاني ان بعض انواع الحساسيه تخلي الجلد معرض الى انه يصيد التهابات بكتيريا وفيروسيه اكثر من الناس العاديين الطبيعيين. الشيء الاخير اللي كلش مهم ان بعض انواع الحساسيه تكون مو بس طفح جلدي، تصاحبها اعراض ثانيه مثل ضيق في النفس، ان الضغط ينزل، المريض ممكن حتى يفقد الوعي ويكون حتى مو قادر ياخذ نفسه، في هذه الحالات لازم يتوجه الى اقرب مستشفى، يعني لهالدرجه ممكن الحساسيه تتطور. طبعا الحساسيه طبعا دكتور انواع، يعني يمكن حتى سبب تاثرها يمكن بعد يكون في اسباب كثيره، لكن لو بنتكلم عن هل ممكن يعالج الشخص المصاب بالحساسيه نفسه في البيت من خلال منتجات او كريمات معينه موجوده في الصيدليه؟ يعني ولا لازم اول شيء يراجع الطبيب ويتاكد شنو نوع الحساسيه؟ بشكل عام يعني، لان الحساسيه ممكن تكون شيء بسيط وممكن تكون شيء شديد مثل ما شرحت لكم، فنفضل انه يتوجه الى الطبيب عشان يشخص له شنو نوع الحساسيه اللي عنده بالضبط والعلاج المناسب. حتى في ناس واجد مثلا يجونا العياده يفكرون ان هذه مجرد حساسيه جلديه ويستخدموا لها كريمات تحتوي على الكورتيزون وغيرها، ويطلع بعدين التهاب بكتيري او فطريات، فيضرون نفسهم وهم شخصوا نفسهم على اساس انها حساسيه. فبشكل عام ننصح بزياره الطبيب. زياره الطبيب نعم. خلينا نتكلم دكتور عن موضوع حاليا، الحين احنا في الصيف، التان، الكل يبي يسوي تان. خلينا نتكلم عن فوائد، وخلينا نتكلم عن يعني فوائد الناس تبي تشكك كشكل، ولكن هل هو صحيا ممتاز ولا في تاثير سلبي عليه وقت تسوي تان؟ وبشكل عام ما في ولا دكتور امراض جلديه يعني امين مع نفسه بينصح بالتان. صح، دائما يقولون يعني لان حتى يعني بالضبط، يعني حتى لما احنا يعني ممكن نختار ان احنا الحين صغار جلدنا للحين محافظ على شكله او كذي، بس هذا الشيء بيطلع علينا ابسط شيء انه بيكون علامات تقدم في السن جدا واضحه على الاشخاص اللي يسوون تان والاشخاص اللي ما يسوون تان. احنا الله سبحانه وتعالى الحمد لله اعطانا يعني احنا في اهل الخليج الميزه ان احنا ما تصيدنا سرطانات في الجلد، بس بعد ما نقدر نضمن يعني واحد من الاسباب سرطانات الجلد هو التان، تعرض للشمس يمكن بكثره. مشكله دكتوره الحين مو بس يقعدون في الشمس، في حمد الحين في بعضهم يمكن يسوون منتجات يعني التان في البيت، فهل يمكن في احد تردد عليك يمكن في العياده بخصوص انه استعمل منتج حق التان واثر عليه سلبيا؟ يعني في كذا حاله مرت علينا ان صادتهم حروق نتيجه استخدام مثل هذه المواد، فاحنا بشكل عام ننصح الجميع. مواد صناعيه في النهايه. صح. بالضبط، فيها مواد كيميائيه، فبشكل عام ننصح الجميع ان يتقبلون نفسهم وجلدهم. في التان الصناعي اللي تخلينا بس يعطيش لون نفس الكريم كم ساعه يعني وبعدين خلاص يعني عن خاطركم دخيل الله. بالضبط. يمكن تكلمت ايمان على موضوع ان ممكن ان الشخص يتعالج في البيت، ولكن متى المرحله اللي المفروض يلجا فيها المريض لان يعني يلجا للعياده يقول خلاص ان انا المفروض الحين اروح للطبيب، شنو الدرجه او الليفل اللي يوصل له المفروض؟ شوفوا عاده بشكل عام اي حساسيه اذا كانت بسيطه بتاخذ كم يوم وبتختفي، بس اذا استمرت مده طويله او قاعده تزيد او تتغير شكلها لازم نتوجه الى اقرب طبيب، خصوصا اذا كانت معاها اعراض ثانيه مو بس في الجلد، مثلا الام في المفاصل، صداع او غيرها، لان ممكن تدل على امراض باطنيه خصوصا امراض لها علاقه بالروماتيزم والذئبه الحمراء وغيرها. يعني دكتوره الحين في فصل الصيف يمكن احنا دائما ننصح ان لا تطلعون في فصل الصيف، يعني حاولوا يعني تحطون يمكن كريمات اللي ضد الشمس وغيرها من هالامور، لكن ساعات الحاجه تضطر ان يعني تخلي الشخص يطلع في الصيف، فبعض الاشخاص لما يطلعون في الصيف ومع حراره الشمس يسبب لهم نفس الحراره الصغير او الحبوب الصغيره او الحكه يمكن حتى على البشره، هل هذا الشيء يمكن يكون حق فتره معينه ويروح ولا يتم مع الشخص في الجلد يعني بشكل دائم؟ يعني هو على حسب الحالة المرضية، يعني في أشياء تساعد إن المريض يتخلص منها وفي أشياء إن هي ما تساعد إنه يتخلص منها، خصوصا إذا عنده تاريخ مرضي في العائلة إن في ناس كلهم عندهم حساسية من الشمس يزيد إمكانية إن تضل عنده المشكلة. الشيء الثاني إذا فجأة قام يتعرض إلى الشمس لفترات طويلة، يعني كان طول الوقت في البيت مثلا فجأة حصل شغل برا، هذا التغير المفاجئ يخليه عرضة أكثر إن المشكلة تستمر إياه لفترة أطول ويتأثر من حرارة الشمس. طبعا اكيد معلومات مفيده، وخصوصا الحين احنا في فصل الصيف اكيد الناس كلها تبي تسوي تان،
وتتعرض للشمس، واكيد بعض الاحيان تكون هذه شيء سلبي على جسمنا، واكيد معلومات قيمه اليوم. دكتوره زينب شكرا لك اليوم على هاي المعلومات. شكرا لكم، فرصه سعيده، مشكورين. مشاهدينا نطلع فاصل قصير وراجعين مع باقي محطات حلقة نهاية الأسبوع من صيف البحرين، خلكم ويانا. عودة من بعد الفاصل مشاهدينا، مثل كل أسبوع موعدنا مع قصة فيها العبرة، وقصتنا لليوم ريشات العنقاء الثلاث. خلونا نتابع أحداث هذه القصة مع الكاتبة ندى فردان، خلنا نشوف. السلام عليكم أحبائي الصغار، وأهلا وسهلا فيكم في حكاية جديدة من حكاية قطر الندى. حكايتنا اليوم هي ريشات العنقاء الثلاث اللي راح نستكشف فيها سهول السافانا في أفريقيا، لكن أيضاً راح نستكشف شلون نحقق النجاح لما نستخدم مهاراتنا ونفكر بطريقة إبداعية. خلونا نبدأ. في أحدى مناطق السافانا في أفريقيا كانت هناك مجموعة من الفيلة الصغيرة التي تارة تلعب وتجري في السهول العشبية، وتارة أخرى تلهو فرحة بالوحل. وحينما أسدل الليل ستاره في تلك الليلة وبزغت النجوم بسطوعها الخلاب، قالت الأمهات بصوت حنون: لقد كان يومكم طويلا ومتعبا يا أعزائي الصغار، فهلموا الآن لتخلدوا إلى النوم والراحة. أغمض الجميع في قطيع الفيلة أعينهم واستسلموا لنوم عميق، ما عدا اثنين: كبيرتهم الجدة الحكيمة التي ظلت كعادتها في كل ليلة تتأمل النجوم في قبة السماء، وحفيدها تختخ الدغفل الصغير. انتبهت الجدة ليقظة تختخ فاقتربت منه مستعلمة سبب أرقه هذا: لقد أضعت اليوم كرتي بين الحشائش الطويلة، ولقد حاولت أنا وأخوتي إيجادها لكن دون فائدة. وبخرطومها الطويل مسحت الجدة على رأس حفيدها الصغير وبادرت لطمأنته قائلة: لا تقلق يا صغيري، فإذا كانت العنقاء قد وجدت ريشاتها الثلاث الضائعة في هذه السهول الشاسعة، فلا بد أن تجد أنت أيضاً كرتك الصغيرة بإذن الله. العنقاء صرخ تختخ مستغرباً، ثم واصل: أوليس العنقاء طائراً خيالياً وليس له وجود إلا في الأساطير والحكايات الخرافية؟ قهقهت كبيرة الفيلة ضاحكة ثم قالت: إذن اسمع قصتي هذه ثم احكم إذا كانت العنقاء طائرا حقيقيا أم لا. كان يا مكان في قديم الزمان، كان يعيش هناك قطيع من الفيلة التي كانت تجول الغابة بكل هدوء وسلام، ولم يكن هناك ما يعكر صفو حياتهم سوى موسم القحط الحار، الموسم الذي تتوقف فيه الأمطار وتجف فيه الأنهار، فيسود الجوع والعطش لتبدأ رحلة القطيع بالبحث عن الماء والطعام حيث منبع النهر في عمق قارة أفريقيا. وكان هناك فيلة صغيرة اسمها فافي، ولم تكن تكترث كثيرا بنقص الغذاء، ولكنها في الحقيقة كانت تستاء من موسم الجفاف لأنه يمنعها من ممارسة لعبتها المفضلة بالتراشق بالماء مع أصدقائها. ولما اشتد العطش كثيرا على القطيع، قررت الجدة زعيمة الفيلة أن تنطلق في رحلتهم السنوية للبحث عن الماء. وفي يوم من الأيام، ورغم حرارة الجو وأشعة الشمس اللاهبة، كان قطيع الفيلة يحث المسير مستعجلاً،
وإذا بالسماء تظلم فجأة وكأن غيمة عملاقة قد غطت قرص الشمس المتوهج في كبد السماء. رفع الفيلة رؤوسهم مستغربين مذهولين سبب احتجاب الشمس في منتصف النهار، ولما دققوا النظر وجدوا أن ما غطى الشمس لم تكن غيمة عملاقة بل طائرا ضخما جدا لم يروا له مثيلا أبدا. كان الطائر العملاق يحاول أن يرفرف بجناحيه بكل ما أوتي من قوة، ولكنه سرعان ما تهاوى كورقة شجرة يابسة تسقط من على غصن في فصل الخريف. هرعت فافي الصغيرة ومعها الفيلة وكثير من العصافير والحيوانات إلى حيث سقط الطائر الكبير، وعلى الرغم من أنه كان يبدو منهكا إلا أن ذلك لم يخف جماله ولم يقلل من هيبته. كان الطائر العملاق يملك عنقا طويلا جدا ناصع البياض، وفي نهايته ريش زهري جذاب يبدو كما القلادة المرصعة بأحجار الياقوت. أما رأسه فكان يعلوه ريشات صفراء براقة تبدو أجمل من كل تيجان ملوك أفريقيا الذهبية. وأخيرا ذيله الذي ما كان به إلا ريشة واحدة طويلة جدا مشعة تلمع كنجمة ساطعة. سألت فافي كبير العقبان بفضول شديد، هل هذا الطائر عقاب مثلك يا سيدي؟ فأجابها متحيرا، لا أظن ذلك يا عزيزتي، فإن هذا الطائر يفوق أحجام العقبان بمراحل، أظن أنه... ثم صاح فجأة، لا لا يمكن ذلك. رفع الطائر رأسه وقال، بل أنا هي العنقاء. وبعد أن عرفت العنقاء نفسها انحنت الطيور احتراما لها، فهي ملكة السماء والطائر الأكثر نبلا والأعظم جمالا على الإطلاق. وبعد أن سقاها الحيوانات بعض رشفات من الماء المتبقي لديهم راحت تحكي للطيور والحيوانات عن قصة رحلتها من بلاد العرب. طرت من بلادي وقطعت البحر وما زلت أحلق فوق الصحراء حتى فاجأتني عاصفة رملية هوجاء جعلتني أضل طريقي وأفقد وجهتي، ولما تملكني التعب والوهن والعطش قررت أن أحط رحالي في قرية صغيرة لعلي أرتوي من ماء البئر الموجود فيها وأرتاح قليلا من عناء السفر. سألت الفيلة الحكيمة باستنكار، إذن ما الذي حدث لك بعدها ولما أنت مصابة هكذا؟ أكملت العنقاء باقي قصتها وأخبرتهم كيف أنه حين رآها عدد من أفراد القرية ذهلوا لحجمها الكبير وأعجبوا بجمال ريشها الملون. كان أطفال القرية فرحين برؤيتها وكانوا لطيفين معها جدا، إلا أنه كان هناك عدد من الصيادين الطماعين أرادوا الإمساك بها لبيعها لملوك وزعماء أفريقيا، فما كان منهم إلا أن أمطروها بسهام أصابت ذيلها الطويل فأخذت ريشاتها تتساقط الواحدة تلو الأخرى فوق أغصان الأشجار، ولم يتبقى لها سوى ريشة يتيمة. استمرت العنقاء بالطيران رغم فقدانها ريشاتها الثلاث السحرية والتي كانت تمدها بالقوة وتمكنها من قطع مسافات شاسعة، لكن في نهاية المطاف خارت قواها وسقطت مغشيا عليها. صاحت فافي مطمئنة، لا تقلقي أيتها العنقاء الجميلة فأنت الآن بأمان، أليس كذلك يا جدتي؟ هزت الفيلة الأم رأسها موافقة وطمأنت العنقاء. قالت العنقاء،
لو أنني فقط أشرب جرعة ماء كبيرة وألقى ريشاتي الثلاث الضائعة لاستعدت قوتي في الحال، قالت العنقاء بنبرة ملؤها التمني. حينها تقدم العقاب وقال لها: إذن اسمحي لي يا ملكة الطيور أن نساعدك أنا وطيوري بالبحث عن ريشاتك الثلاث، فأنا حاد البصر شديد البأس ولي جناحان كبيران يساعدان على الطيران على ارتفاعات عالية. شكرت العنقاء العقاب على عرضه الكريم، ولكنها أوضحت له أن المسافة التي قطعتها كبيرة جداً، ولن يتمكن هو وسربه من إيجاد ريشاتها الضائعات بمفرده. حلت حالة من السكون للحظة، لكن سرعان ما قطعتها الجدة الحكيمة قائلة: هذا يعني أننا سنحتاج إلى مساعدة أكبر لإنجاح هذه المهمة، لنشكل فريق بحث يعاون العقبان في مهمتهم. ثم توجهت للحيوانات قائلة: من منكم سيتطوع للبحث عن الريشتين الأخريتين؟ كان هذا نهاية فقرتنا لهذا اليوم. تابعونا الأسبوع المقبل لنرى كيف سيتشكل فريق المتطوعين، وهل سينجحون في إيجاد الريشات الضائعات؟ إلى اللقاء. نشكر الروائية ندى الفردان على هذه القصة اللي كل خميس فعلا تعرفنا على قصة جديدة، لكن انتظرونا الأسبوع الجاي عشان نكمل هذه القصة. مشاهدينا خلونا نطلع هذا الفاصل قصير، ومن بعدها نرجع نستكمل باقي فقراتنا في صيف البحرين. خلكم ويانا. عاد لكم من جديد مشاهدينا، معانا اليوم فنان بحريني ذو موهبة كبيرة ومستقبل كبير في الساحة البحرينية والخليجية، صوت كبير ومثل البحرين خير تمثيل في البرنامج الغنائي The Voice. معانا الفنان البحريني فيصل الأنصاري. أكيد مفاجأة إيمان، مثل ما وعدنا المشاهدين أيضا معانا الفنان عازف الأورج اللي شارك في العديد من الأعمال مع فنانين كبار مثل راشد الماجد وماجد المهندس، وأيضا الفنان البحريني أحمد الهرمي، والكثير من الفنانين الكبار. العازف البحريني محمد إبراهيم بن غريب، صباح الخير، رحب فيكم اليوم. واخيرا يا فيصل، اخيرا يعني ايام يعني تكلمنا مع بعض كنت فيها مريض. اي نعم. واخيرا شرفتنا في الاستوديو. الحمد لله. واكيد المشاهدين ينطرون هاي الفقره، وش قد كلموني انا على الخاص متى متى متى، فاخيرا تشرف فيك اليوم. والله انا لي شرف اكثر، وسعيد جدا بكوني موجود معاكم اليوم، وان شاء الله تكون فقره مميزه ومتعه حق الكل. ان شاء الله احنا سعيدين بتواجدكم. طبعا قبل ان نبتدي في الفقره ونسال ونعرف الاخبار كلها، كلمة عن اعمالك هذه الفتره، شنو يسوي فيصل؟ اوكي. هو طبعا اخر عمل انا قدمته كان وطر اول في رمضان، كان ينعرض من انتاج تلفزيون البحرين. وبس انا عندي وايد اشياء جديده، عندي وايد مفاجات جديده. ننتظر احنا هالمفاجات. حجر المنزلي سوى شغله. هو يعني سبحان الله، يعني رغم السلبيات اللي اثرت على المجتمع، لكن في نفس الوقت في منه ايجابيات، ان الواحد يعيد يفكر ويحضر نفسه ويجهز، يرسم خطه جديده حق حياته المستقبليه، لان صار في نفس الهدوء هذه ساعدنا في ان احنا نرجع نراجع افكارنا. ففي انتاجات ان شاء الله قريبه راح تطلع، و يعني اتمنى ان تطلع بشكل اللي الكل يحبه. اكيد انت دائما تقدم الاعمال اللي فعلا نفتخر فيها احنا كبحرينيين، وننتظر اعمال فيصل الانصاري. لو بسالك محمد، يعني ما شاء الله انت لك مشاركات كثيره ويا فنانين كبار وكثار، لكن خلينا نتكلم عن بدايتك ما شاء الله في مجال العزف. يعني ابتديت انت بسن صغير. نعم. فكلمنا عن هذه البدايات. والبدايه يعني الوالد الله يطول بعمره، الله يحفظه، واللي اكتشف الموضوع ذي. ودائما يعني الوالد من النوع اللي يسمع حق الموسيقار ياني، ويسمع جاز وكذي وكل انواع الموسيقى يعني، فكان يسمعني من ذاك الوقت فحببك في هالمجال اكثر. خذ لي الاله وانا صغير، والحمد لله مشت معي لليوم يعني ما شاء الله. طبعا دائما اللي يبتدون بسن صغير
لمن يعني الأهل يكونون هم الداعمين لهم، في النهاية يعني تطلع موهبة كبيرة. احنا بنعرف كل أخباركم ومنروح في التفاصيل، لكن نبتدي فقرتنا ذي بغنية ذي من عندكم إن شاء الله. اوكي نقول يا محلى واطرول، بما ان الاغنيه هذه عليك اليوم اليوم من عمل انتاج انت عليك كل شيء اليوم. يا محلى واطرول فرض العدل والزين، عشنا بهوى الفرجان يمعتنا بالطيبين. يا محلى واطرول فرض العدل والزين، عشنا بهوى الفرجان ويمعتنا بالطيبين. الجار حق الجار والقلوب مثل الدار، وبيوتنا ملفى لو كانت من الطين. الجار حق الجار والقلوب مثل الدار، وبيوتنا ملفى لو كانت من الطين. نعشق ميال سنان لأنها تدرسنا، نعشق ميالسنا لأنها تدرسنا، ولأنها زرعت فينا نخوتها للبحرين، لأنها زرعت فينا نخوتها للبحرين البحرين. الله 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 عليك. الله احساس جميل. يوم الخميس هاللون الواحد يبي يبتدي الخميس. لأن صراحه انا يعني صراحه صوتك من الاصوات اللي ما اعتقد احد مر انا في رايي يعني بنفس صوتك كذي صراحه في البحرين. كلك ذوق صوتك يعني متميز، متميز له طبع خاص، وشرفنا في برنامج ذا فويس، اكيد افتخر فيك. خلينا يمكن ندش في موضوع ثاني. موضوع الانستغرام، موضوع دندن انت طرحته في الانستغرام، يعني دائما تحرص ان انت تتواصل مع الجماهير والمتابعين حتى لو كان يعني الحجر المنزلي مثل ما تكلمنا من شوي، تطلع لهم الدندن. ايش قد انت يهمك هذا الشيء انك تكون قريب من المتابعين؟ هو يعني انا في بالي وايد افكار للحين حتى ما طرحته حق الانستغرام. في عندي اشياء جديده ان شاء الله بعد محضرها، من ضمنها يعني بقدم اشياء هاشتاج مثل صوغتنا من وين مثلا. بنسوي أغنية من بلدان مختلفة، كل مرة بغني من بلد مختلف. في عندي فكرة ثانية اللي هي أني أغني أغاني من التراث البحريني أو الأغاني القديمة البحرينية اللي غنوها الفنانين القدامى مثل يوسف فوني مثلا، يوسف أحمد الجميري، الفنانين اللي الأغاني اللي انتشرت عندنا في البحرين، فأني أنا أعيد أغنيها بشكل مختلف بتوزيع جديد، أمزجها مع يعني كبر فنون أخرى. راح تسوي كبر حق الأغنية. إيه طبعا. فهذه الأشياء اللي في بالي أسويها، وطبعا أكيد وايد أكون حريص أني أنا أكون قريب من الجمهور، خاصة أن الحين يعني ما شاء الله من إيجابيات السوشيال ميديا والتطور أن إحنا صرنا قريبين من الناس. صحيح. أكثر، وصار عندنا المكان اللي نحط فيه إبداعاتنا وأفكارنا ونحصل على ردة فعل مباشرة من الناس، فهذه أحلى شيء وأجمل شيء ككون فنانين أن إحنا نشوف ردة الفعل مباشرة ونتشارك معهم ويشاركونا بأفكارهم. أفكار. يعني هذه أكيد بيكون شيء أنا جدا سعيد فيه ولازم أواصل عليه قد ما أقدر. هم دائما يقولون الفنان يكون قريب يمكن من الجمهور في السوشيال ميديا، بحكم إنه يمكن أنت نفس ما تفضلت وذكرت تشوف ردود الأفعال أول بأول. أيوة. ذكرت شغلة قبل شوي فيصل، قلت راح في بالك مشروع، في بالك يعني شغلة تبي تسويها، تغني من بلدان مختلفة، وأنت ما شاء الله عليك تميز حتى في الفن الأوبرالي. خلنا نتكلم شوي عن هذا الفن، يعني تعتبر من البحرينيين اللي فعلا شرفتنا لما تغني هذا النوع من الفن، ويمكن الكثير من الفنانين الكبار أشادوا، وفي فنان بحريني يغني الفن الأوبرالي بهذه الطريقة، فشون تعلمت هالفن؟ هذا الفن صعب، احنا نعرف ان هذا الفن صعب، فكلمني عن هذه التجربة.
هو طبعا انا اول ما درست بتخصص الاصوات في الكويت تخصص في المعهد العالي للفنون الموسيقيه انزين، فهذه طبعا اعطاني ان انا اغني من ضمن المناهج اللي درستها للتعلق بالاصوات كان من ضمنهم منهج دراسه الاوبرا، لان هذا الشيء ساعدنا في ان احنا نتعلم اساسيات الغناء السليم في من ناحيه التنفس والصوت بشكل سليم. فغنيت بالاوبرا الايطاليه والاوبرا الالمانيه وضفت بعد شويه اوبرا اسبانيه، فسوينا شغلات انا استمتعت صراحه. كان اول مره اجربها، بس لما شفت ان اللغات هذه عميقه وفيها يعني الاوبرا هي عباره في النهايه عباره تكون بلغه معينه يعني ايطاليه او المانيه، فبديت اعرف اتهجى الكلمات هذه واقراها، حسيت ان انا قاعد اكتشف كنز، فتميت استمر عليه اكثر. تحولت بعد قمت ادور لغات ثانيه، فكرت في الروسي وفكرت في الياباني وفكرت في التركي، فصار عندي شغف ان انا دائما اجمع فنون من العالم جديده ومختلفه من مختلف دول العالم. حلو طبعا، اكيد شيء حلو. ننتقل لك محمد. اكيد محمد انت شاركت وتعاونت مع فنانين كبار، نتكلم على ذي الموضوع بعد شويه، لكن خلينا نتكلم على موضوع ان انت بديت مثل ما قلنا سن صغير، لكن تاثرت بفرقه الاخوه وبالذات الفنان الراحل علي بحر، وبديت تعزف من البدايه. وتكلمنا في كذا فقره يمكن هني في الفقره الفنيه ان كثير ناس تاثروا بالفنان الكبير الراحل علي بحر وفرقة الأخوة. كلمني عن شلون بداياتك فيها، وممكن بعد تسمعونا شيء منها. ويعني كمعظم الشباب يعني البحرينيين والخليجيين يعني في وقت الشباب كلهم متأثرين نفس ما قلت يعني بالمرحوم أبو محمد. فذاك ذيش الفترة كنت أنا في السن إن دائما نسمع حق أبو محمد يعني كل يوم يعني، فكان الوقت المناسب ان انا اشتغل على الاغاني مالته يعني. فبديت تعزف او اعزف كل اغاني اغاني هو وهو بعد متميز يمكن توافقوني الراي، متميز حتى في طريقه طرحه للحن وللاغنيه. فدائما الفنان يعني الله يرحمه علي بحر كان متميز في هالجانب، عشان كذا يمكن كثير من الشباب توجهوا انه يدربون يمكن على اغانيه ويعزفون يمكن بعض من الامور اللي يشتغل عليها. نبي نسمع. مدرسه كبيره. اي مدرسه كبيره. عندك كلام انت يا ادري عندك شيء وطني بلد شق البحر شق البحر فوق السماء بحرين بلد عيني بلد قلبي بلد روحي بلد مثل العشق مثل العشق ما ينقسم نصين بلد أصلي وبلد فصلي وبلد أهلي بلد شق البحر شق البحر فوق السماء بحرين بلد عيني بلد قلبي بلد روحي بلد مثل العشق مثل العشق ما ينقسم نصين بلد أصلي بلد فصلي بلد روحي بلد شق البحر شق البحر فوق السماء بحرين شكل فوق السماء بحرين. الله عليك.
الله الله أغنية جديدة إنه ما سمعناها طريقة ويمكن طريقة مختلفة يعني فأنا رحت عالم ثاني ترى أغنية جديدة أنا ما ودي أسأل ودي بس أبيك تغني طول الوقت بالضبط اليوم اللي مفروض بس غناء وياك بس غناء مفروض يعني فيصل نعرف خلال هالفترة يعني مع هذه الأوضاع يمكن نعيشها في العالم الكثير من الفنانين اتجهوا حق موضوع اللايف كثير من الفنانين اتجهوا إن هم يمكن ينزلون الأعمال بس تكون على السوشيال ميديا أنت ذكرت إن تحب فقرة دندنة يمكن لتسويها في السوشيال ميديا لكن شلون تحس إن الفنان اليوم قاعد يمكن ينشر ثقافة الفن بشكل عام من خلال السوشيال ميديا خلال هذه الأوضاع لأن الحين ما في حفلات يمكن ما في أي مناسبات اللي يطلع فيها الفنان يغني فشون السوشيال ميديا ساعدت الفنانين بشكل عام إنه يطلعون خلال هذه الأزمة؟ هو طبعاً السوشيال ميديا بشكل عام يعني أي وقت الفنان يبي يقدم أي شيء عنده سواء كان يعني مثلاً حفلة أو إنه مثلاً كان بيقدم فيديو أو أي رسالة للناس من خلال السوشيال ميديا طبعاً توصل بشكل جداً أسرع سريع أيوة لأن كل واحد عنده مثل ما تقولون قناة الخاصة اللي هو صح. يبث منها أفكاره وأشياء فأتوقع أن في فترة الكورونا بالذات السوشيال ميديا انتعشت أكثر بالفنانين اللي حاولوا ويطلعون في اللايف وفي الأشياء هذه أكثر فيعني وايد خدمت في هالفترة في نظري يمكن فيصل ركزت أنت في الفترة الأخيرة أنك تسوي أغاني وطنية ومثل ما شفنا الأغنية الأخيرة اللي من إنتاج تلفزيون البحرين مثل تكلمت عنها إيش قد مهم بالنسبة لك أنك يعني جانب الأغاني الوطنية ما تهم له وتكون يعني تعطي حقه في هالوقت الأغاني الوطنية بالنسبة حق الفنان أو بالنسبة حق الشخص بشكل عام تخليه يحس إنه هو لا زال على قيد الحياة في هالوطن على أرض الوطن يحس إنه هو عايش عشان يعطي من أجل هذا الوطن يحس إنه هو له قيمة مهمة في هذا الوطن فضروري جدا إن الفنان بشكل عام إنه هو يكون مساهم في العطاء حق هذا الوطن مثل ما نقول مثلا الصانع يصنع من اجل الوطن المدرس يدرس عيال الوطن وينمي او الموظف مثلا يتعب ويبذل مجهود في خدمه هذا الوطن والرسام يرسم تفاصيل الوطن صح. فالفنان في النهايه يتغزل بالوطن صح. من خلال الكلمات صح. ويعتز بقياده هذا الوطن اكيد بلا شك يعني ننتقل لك اكيد محمد ما شاء الله شاركت في العديد من يعني الانشطه والفعاليات والبرامج فكلمني عن ابرز هذه المشاركات اللي شاركت فيها والله هي ابرزها اللي هي الفعاليات الوطنيه يعني اللي كانت حق الوطن يعني ازير شيء مع فرقه البحرين الموسيقى وتشرفت بعد بالشغل في جلسات وناس بعد حلو يعني لك مشاركات كثيرة لكن يمكن أبرزها خلال يعني الفعاليات والمحافل الوطنية تركز عليها أنت طبعاً. أنك تكون متواجد في المحافل الوطنية أتوقع كل الفنانين يحبون يثبتون حضورهم أكيد في المحافل الرسمية والوطنية طبعاً. فيصل صراحة الكنترول بمساعي يقولون لي خلوا يغني حق عبد المجيد فأنا بسألك شنو بتغني لنا حق عبد المجيد إذا مجهز شيء إذا مو مجهز شيء حق عبد المجيد ممكن نوال مثلا نوال ممكن يلا جريب 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 خذاني الشوق لعيونك وجيتك طرالي شيء ما عمره طرالي على بالي ولا لحظة نسيتك أسولف فيك من حالي لحالي تغيب الناس لجيت ولقيتك أشوف بضحكتك وقت مضالي خذيت من العمر عمره عطيتك دفع الأيام وسعود الليالي دفع الأيام وسعود الليالي ما عليك الله فيصل أنت دائما يعني تغني بس عندك الطابع الخاص فيك يمكن في الحليات في العرب فإحنا صراحة ما ودنا نختم وياك الفقرة كلش ما ودنا نختم
والخميس وهالصوت الجميل يعني ختام مسك طبعا مسك. اكيد مع فيصل. يمكن اخر قبل ان اختم اخر سؤال اللي حق محمد. انت يعني اشتغلت مع فنانين كبار مثل ماجد المهندس وراشد الماجد، كلمني عن هذه المشاركات وال مثل ما نقول دويتو معاهم، ايش قد فادك واضاف لك في مسيرتك؟ اكيد يعني تشرفت بالعمل مع الاساتذه الكبار، لان تعلم منهم احنا من صغرتنا يعني، فشيء انه انا اشتغل معاهم يوب لي يعني استفدت وايد يعني فنيا. يمكن فيصل بيقول لي طبعا ما يبي يمدح روحه. طبعا طبعا محمد من الناس اللي يعني ما شفت مثله في ابداعه في البحرين، يعني ما شاء الله هو من اقدم الناس اللي تعزف في هذه المجال الاورج والكيبورد بشكل عام. انا جدا سعيد باني انا هو موجود معي، يعني احنا قاعدين نشتغل مع بعض في اكثر من حفل او في اكثر من عمل، وانسان مبدع صراحه. وانت مهما بقول ما بعرف قلناها كبار صح في يعني الغناء الخليجي والساحه الفنيه، لكن انت بعد اسم عود وتستاهل، وان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. واكيد وصلنا ايمان للنهايه، لكن ما نبي نختم، احنا ما ودنا نختم يعني، ولكن فعلا انتم تشرفون البحرين يعني سواء كان في البحرين ولا خارج البحرين بالاعمال اللي تقدمونها، سواء كان في مجال يمكن العزف وايضا في مجال غناء. يعني فيصل يمكن احنا كنا نسولف يا حمد من فتره، نقول لفيصل راح يكون ضيفنا، كنت اقول الله انا من اول مره شفت ان فيصل موجود في ذا فويس، يعني ايش كثر كان فخر بالنسبه لنا ان بحريني يكون مشارك في هذه البرنامج ويمثل. لا زين بس شارك فعلا وتركت بصمتك الخاصة. يعني شكرا لتواجدكم وحضوركم معنا لليوم ونورتونا، شكرا لكم. للأسف مشاهدينا وصلنا للختام، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد في حلقة جديدة مواضيع جديدة، وشنو نقول دائما؟ هابي ويكند. هابي ويكند.